إذا متابعي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر أيضا مباشرة من عاصمة البوغاز، وهذه جولة ليلية في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد. هذه هي أجواء عروسة الشمال في هذه الأثناء. رياح قوية تعصف بمدينة طنجة، أو ربما كما قلت متابعين الأوفياء، رياح قوية تعصف بالمدينة في هذه الأثناء، ربما بعد 12 ليلا لحد الآن، والرياح تزداد قوة. نسأل الله السلامة والعافية لذلك المرجو، أخذ الحيطة والحذر في السياقة في الحياة اليومية وأيضا في كل جولاتكم. إذا متابعين الأوفياء، كما قلت هذه جولة ليلية مباشرة من عاصمة البوغاز. رياح قوية ربما تشاهدونها من الجانب الأيمن للطريق على النخل. إذا متابعينا الأوفياء، نعتذر على هذا الانقطاع لضعف الشبكة. كما قلت، ربما ترون الرياح القوية على مستوى الجانب الأيمن من الطريق وأيضا الجانب الأيسر. هذه هي مدينة طنجة في صباحاتها. طبعا حضور الأمن، الحضور الأقوى في شوارع عاصمة البوغاز. حاليا نتواجد بكورنيش العاصمة، عاصمة البوغاز مدينة طنجة، مع هذه الرياح القوية ربما نشاهد حركة خفيفة رغم أنه صباح يوم الأحد. كالعادة المرجو أخذ الحيطة والحذر في سياقتكم، في سفركم، في رحلاتكم. بن إبراهيم صباح الخير، أهلا وسهلا أخي. متمنياتنا بالتوفيق للناس اللي فاقوا، اللي يستعدوا لبدء حياة جديدة، لبدء يوم جديد. كما قلت، حركة خفيفة على مستوى كورنيش المدينة في هذه الأثناء، ربما لوجود الرياح القوية بمدينة طنجة وبشمال المغرب، أيضا وجود الأمن في كل مكان في كل شوارع هذه المدينة الجميلة، طبعا لحماية ممتلكاتها، لحماية وسلامة المواطنين. هذا هو الكورنيش، حركة خفيفة في هذه الأثناء كما قلت، نظرا للرياح القوية واللي كتصعب على الناس الخروج، ربما كيكون الخروج غير مرتاح. فنسأل الله السلامة والعافية. يا الرياح، الله عز وجل قال وأرسلنا الرياح لواقحة، يعني تنقية، ولكن في نفس الوقت إذا كانت الرياح قوية فيكون الأمر ربما صعب للغاية. فنسأل الله السلامة والعافية للجميع.